السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شكرا مصطفى. الحمد لله، تفضل. الله يبارك في عمرك. حياكم. عندي شك إن شاء الله ثلاث طلبات وسؤال إن شاء الله. تفضل. الطلب الأول، ممكن يا شيخ تطلب من الإخوة ربنا يبارك فيهم اللي بياخدوا الفتاوى وبيجزأوها وبينزلوها على اليوتيوب يغلقوا التعليقات عن الفتاوى؟ يعني والله يا شيخ يعني فيها شر عظيم والله، يعني الناس تشتم بعضها والناس تتريق على بعضها والناس يفتوا بلا علم وناس يعلقوا على الفتاوى وهم مش أهل لكده يعني. أنا قلت إن شاء الله يعني أعرف برضه حوار بالموضوع لأن أنا عارف يعني ربنا يبارك فيك ومش بتقعدوا على ميت ولا بتشوف الكلام ده. ننظر في الأمر إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ، جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يبارك فيك. ممكن في تعليق بسيط من بعض التعليقات دي ممكن أذكره ليك؟ إذا كان ينفع، إذا كان ذكره ينفع. لا ينفع إن شاء الله. واحد يا شيخ كان في التعليقات كنت تتكلم على المسألة بتاعت المهور بتاعت النساء، وتقول هو كان بيكلمك يقول لك ده غالي مش غالي، قلت له يا حبيبي كل حاجه موجود، الغالي موجود والرخيص موجود، حضرتك قلت له كده لو تفتكر. صح. نعم. يروح واحد في التعليقات يقول يعني يا شيخ يعني ده هو في يا شيخ مسلمين رخاص هم بنات المسلمين رخاص يا شيخ؟ شيخ حرام عليك. ماشي. هذا سبحان الله خدها يعني بصوره ثانيه على ان دي شتيمه، يقول بقى في حد يقول ان بنات المسلمين رخاص؟ اتفضل. انا زعلت والله، واحد جاي بيتكلم عشان في الاول بعد كده تقول كده. معلش بسرعه بالله عشان الوقت بس مستنفذ من وقت. حاضر. الله يبارك فيك. كان حد برضه يا شيخ سالك من فتره عن اللحوم المستورده. ارجوك لا تضيع الوقت في مثل هذا. في سؤال نافع اتفضل اساله لان وقت المسلمين بيقتطع. اتفضل سؤال. حاضر يا شيخ. حاضر. انا طبيب بيطري وكنا جوز اختي بيعمل في مجال البث او اللي هي القطط الاليفه، الحيوانات الاليفه عموما القطط والكلاب. فأنا كنت سألت عن المجال ده وقلت لا شيء فيه. فهو أنا بطبيعة شغله هو كل شغله شيخ عن الكلاب وأعرف هي الكلاب، مش اللي هي معالجة حاجة تعبانة أو مريضة. يعني أنا قلت له قال لي 70% من الدخل كان بيخش. يا أخي كريم، يا أخي كريم، كن فقيها في سؤالك. يا أخي أرجوك لله تكون فقيها في سؤالك. اسأل سؤالك أجاوبك. ابن عمي قال لي وأنا قلت له، وابن عمي قال لي وأنا قلت له، مش كده، مش طريقة أسئلة. ما سؤالك بالتحديد؟ أنا أجيبك عليه. ما سؤالك أنت بالتحديد؟ العمل في مجال الحيوانات الأليفة بالعموم. بيعاً ولا أرجو إطعاماً؟ أرجو أن أنا أبين لحضرتك. بيعاً ولا إطعاماً؟ يعني إيه العمل في مجال؟ بيعاً ولا إطعاماً؟ شراء الكلاب أو إطعام الكلاب أو شراء القطط أو إطعام القطط؟ إيه بالضبط؟ إيه السؤال؟ أنا بعمل طبيب بيطري، فهو بيجي لي القط عشان اللي أنا أعالجه الأول وبعد كده أوفر له الرفاهيات بتاعته اللي بتساعد على تربيته. لا 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 إشكال عندنا في حل هذا. حديث نهى عن بيع السنور ضعيف معلول، وأطعامه وعلاجه من لا يرحم لا يرحم، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وحنا كنا بنتكلم الشيخ المشايخ اللي أفتونت كده كانوا بيتكلموا اللي احنا بنعين الناس على التربية فقط. عشان أعتذر إليك. السلام عليكم. يا الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لك يا شيخنا. ولك يا رب، تفضل. والله يا شيخنا أنا أخي عندنا شغل بيحصل في البيت، وأخي أخذ أهلي عندهم في البيت للمبيت، ويعني عايزني أبات معاهم، فأنا أروح يعني البيت عندهم حتى لو هقعد في مكان لوحدي. أنا لم أفهم السؤال. إيه؟ ما فهمت السؤال. أهلي أمي وأبي عند أخي في بيت، متزوج أخي. أمك وأبوك عند أخيك في بيت. ها؟ وأخي عايزني أروح أبات معاهم، هل يجوز لي؟ تذهب تبيت مع أمك وأبيك وهم عند أخيك؟ إيه المشكلة؟ أنا بطمن بس عشان الخير. لا أنت، هل أنت ستخلو بزوجة أخيك؟ لا طبعا. خلاص لا بأس. سمعي. الله يرضى عنك يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي لحضرتك سؤال خاص بالتحويل الفلوس الأموال. تفضل. حضرتك احنا هنا، انا مقيم في الرياض في السعوديه، ففي حد بياخد مني هنا الريالات، اخ مصري بياخد مني هنا ريالات ويعطيها لاهلي في مصر بالجنيه. المعامله دي جائزه ولا غير جائزه؟ لابد من تكييفها تكييفا منضبطا. اذا كان وكيلا عنك، انت قلت له يا زيد خذ هذه الالف ريال غيرها او حولها مصر وغيرها، ولك أجر الوكالة 10 جنيهات مثلا، لا بأس بهذا التوصيف كوكيل عنك في أمرين، وكيل في الإرسال ووكيل في التحويل. أجر الوكالة جائز، لكن بيعا وشراء لا بد من التقابض يدا بيد. إذا كان يبيع لك أو يشتري منك في الرياض ويسلمه في مصر، لازم يكون في نفس التوقيت. في نفس التوقيت مندوبك في مصر يستلم من مندوبه في مصر يدا بيد، ساعة تسليمك الفلوس. فالخروج يكون بطريقة الوكالة. يعني لو هو حتى شغال في العملة بس حد يستلمهم يد بيد يجوز؟ أنا بقول لك هو الآن ما أعرف قوانين الدولة، أسأل أنت قوانين الدولة، لكن أقول لك كطريقة إذا كان بيعا وشراء، هو سيستلم منك الألف ريال في هذه اللحظة، صاحبه يتسلم في نفس اللحظة من مندوبك هناك في نفس اللحظة. طيب أنا ممكن أحكي لحضرتك هو بيعمل إيه بالضبط معايا؟ تقول ما هو أنا قلت لك الصح إنه إما إنك تخليه وكيل عنك أو بالطريقة الثانية، ما في طريقة ثالثة عندي. طيب سؤال معلش. هو دلوقتي مثلا هو تاجر عملة، ياخد مننا هنا الريالات بس مش بيقول لنا ليه عمله ولا حاجه، هو بيقول لي سعر الريال النهارده كذا، بياخد الريالات ويديني الفلوس الجنيه في عبد الرحمن اتفق مع ريزا هناك في مصر. هات نقفله لك عبد الرحمن. نعم نعم. هو شيخ بياخد مني هنا الريالات، ما بيقوليش انا ليه عمله ولا حاجه، وبيقول لي مثلا الريال بكذا النهارده، وبياخد مني الريالات هنا ضعف الغرفه يسلمها لنا هناك في مصر بجنيه. نعم. هو بياخد مني هنا ريال وبيقول لي سعر ريال كذا يوم، وبياخد مني ريالات ويديني بالسعر ده جنيه هناك لأهلي في مصر في نفس التوقيت ولا بعده بزمن؟ لا هو بيبعت لنا مع مثلا توك توك، يعني هو القرية جنبينا وبيبعت لنا في نفس التوقيت. لا بأس، في تفاوت زمني لا يجوز. لا لو هو يبعت لنا مع توك توك ده جاي برضه الكلام كثير ملوش فايدة معنا يا أخي. الكلام واضح. انا لازم ابعت انا حد ياخدهم في نفس التوقيت، وانت بتسلم يستلم. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل اهلا وسهلا، تفضل. احسن الله اليك. عندي بس عده اسئله سريعه ان شاء الله. تفضل. لو بدأت في حفظ الحديث أبدأ بعمدة الأحكام أم برياض الصالحين؟ حضرتك كان عندك محقق كتاب حضرتك أهديته إلي فبحفظ منه حديث. بأيهما ما في مشكلة، رياض الصالحين طيب ما في مشكلة. طيب حضرتك في عندنا حديث أنا ابن الذبيحين، ما صحته؟ ضعيف يا عبد الرحمن. طيب شيخنا الآن إذا قلنا أن يعني سماع الفتاوى لحضرتك يعني هل تكون من طلب العلم ولا دي مرحلة نهائية؟
لا من طلب العلم هذه المرحلة، مش يعني المرحلة طلب العلم إذا كنت تحب أن يكون مركزا سيكون بطريقة أخرى. طيب يعني أعلم أنه حفظ كتاب الله والسنة وهكذا، لكن أحب أن أسمع الفتاوى يوميا يعني. ما في مشكلة، علم طبعا هو علم، لكن أنا أقصد إذا كنت ستبحث عن طريقة مرتبة في طلب العلم أقول لك أحفظ كتاب الله واقرأ من سنة رسول الله، امسك البخاري ومسلم واقرأ فيهما بالتدريج، لا طريقة. نعم حضرتك. وعندي كمان سؤال، الآن الأفضل أن أدعو لنفسي اللهم اغفر لي وارزقني، أم أعمم الدعاء للمسلمين كافة؟ كل جائز، والتعميم يعني له مواطن والاختصار له مواطن. طيب شيخنا، الآن هناك شعر ينبت على الخد وتحت الرقبة عند الحنجرة، هذا يكون جائز إزالته وتحديده أم ماذا؟ يجوز، اللي هنا في الخد ليس لحية واللي في الرقبة ليس لحية. طيب آخر سؤال، هل علي شيء إن لم أتابع أخبار المسلمين في أنحاء العالم نظرا يعني لعدم إصابتي بأمراض نفسية بسبب يعني ما يحصل للمسلمين في كل في الأراضي، فيعني عندما أتابع الأخبار هنا وهناك وهنا وهناك أصاب؟ لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى اتفضل. أنا سألتك من دقايق كده على موضوع التحويل، بس عايز أستفيد كمان كذا معاملة أقول لك عليهم. بس في صورة احنا ساعات بنحول له على الحساب، يعني أنا مثلا قاعد في حي وهو في حي في مدينة الرياض، بحول له الفلوس على الحساب وهو بيسلمها لنا هناك، لازم أروح أديها له ولا ينفع أحولها له؟ انا انصح ان تجعله وكيلا افضل في هذه الاشياء، يكون الوكاله افضل. حضرتك قول لي اعمل ايه عشان مش فاهم. قل له حول لي هذا المبلغ زي ما بتذهب للبنك، حول لي هذا المبلغ لمصر وغيره جنيهات ولك على الالف عشرة بس. هو اللي بيقول لي السعر، انا ما اقدرش اتحكم في العموله، لان هو بيقول لي انا سعري كذا، يعني ازاي اقول له عموله؟ هو خلاص هو مفروض عليك، انا لو مكانك لن اتعامل هذه المعامله. طيب سؤال، معلش عشان بس والله غصب عننا بنتعرض للموضوع ده كل شهر لما بنيجي نحول فلوس، فانا عايز افهم بس مش بجد دلوقتي حضرتك لو هروح اديهم له بقى خلاص، انا ممكن اروح اديهم له احسن بحولهم عشان يبقى يد بيد زي ما حضرتك قلت. هو بقى في الوقت ده خدهم مني هنا خلاص، انا حليت مشكله هنا يدا بيد اهو. وحتى لو ارسلتهم واذا تاكدت انهم وصلوا في الحال يسلم. انت عارف يوصلوا متى؟ التحويل يستغرق زمن كم؟ التحويل ده فورا ماشي خلاص، فورا يبقى استلم فورا هناك في مصر. طيب معلش عشان بس افهم بقى حته مصر، هو هناك في مصر فلوس وصلته مني هنا اهو دلوقتي فورا بيديها لي هناك، بس انا مش في حد من طرفي هو بيبعث لي مع سواء دكتور، لا يجوز ولا لا ولا لازم؟ ما انا غلبتك على هذا سابقا، قلت لك لازم تستلم مندوبك يستلم حد من طرف انا. ايوه يستلم الفلوس، اذا ارسلت توك من طرفك لا باس. تمام، لكن هو مش يبعتهم مع حد من طرفه. لا يعني من طرفك انت. ايوه ماشي يا شيخ، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا عم شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. انا اعمل في مجال الاساس المكتبي. وبعد؟ فهل يجوز لي ان اخرج زكاه المال عباره عن مطابخ لعرائس يتامى وكده؟ المال الذي معك سائل ولا كل عندك مكاتب؟ في مال سائل ومال محوله لذهب سبائك يعني. لا لازم تخرج هذا وذاك مالا، هذا وذاك مالا. ايوه نعم. طيب سؤال اخر بعد اذنك. نعم. لي ولدان يحفظون القرآن لسه في المراحل الاولى يعني. طيب. فيهم حد مجتهد وحد ضعيف شوية مشتت وكده وما بيسمعش الكلام بمعنى صح، فهل يجوز لي أن أعطي أحدهم وأمنع عن الآخر؟ أيوة كتشجيع، يعني أقول يا أبنائي الذي سيحفظ هذا الجزء المقرر عليه هذه الأيام سأعطيه 100 جنيه 200 جنيه للتنافس. نعم لا بس. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. Thank you.
وعليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤالين. اول سؤال، انا واحد مأجر مننا الارض من سنتين، تمام؟ هو كان جوزي ساعتها قايل له الارض ب 10000 جنيه بس، يعني عن عدم علم بالسعر اللي حواليه قوي يعني، تمام؟ بعد كده الراجل ده في الفتره يعني قعد سنه بشويه مغلبنا في الايجار وما بيدفعش الايجار بانتظام خالص. ادي اول سنه، ابتدى من شهرين ثلاثه يبتدي يلتزم شويه في الايجار، تمام؟ بس من ساعتها جوزي عمال يقول له نكتب عقد وهو عمال ياجل ومش عايز يكتب عقد. فطبعا حضرتك عارف ان الدنيا اتغيرت دلوقتي، هل يا جوزي يكتب مع عقد بس باتفاق جديد ولا ما ينفعش يرجع في اتفاقه، وهو خصوصا الاتفاق الاولاني كان على مده 10 سنين بزياده سنويه 10%، هو عايز يغير الاتفاق كله لما يمضي مع العقد بقى، هل يا جوزي يرجع في كلامه ولا لا؟ اسمعي علي يا كده، انتم اتفقتم مع هذا الرجل على تاجير الارض، تعاقدتم عقدا ليس مكتوبا. ايوه صح يا عبد الرحمن. وبعد كده هو عمال يقول له تعالى اكتب لك عقد بقى، عقد ورق برسمي، مش راضي وعمال يمطرح في الكلام. وبعدين هو يعني في الايجار صعب 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 يعني، هو غلبنا كتير، كان بيدينا 1000 في 1000 وربع 1000 ونص كده يعني، هو ايجار 10 مثلا يفضل يدينا كده. فهو دلوقتي عمال يقول له انا يعني والد ربنا يبارك في عمره لو توفى انا مش هقدر التزم بعقد لان يبقى في ورثه، فتعالى عند العقد برضه مطرح في الكلام العقد ده. فهل يجوز لما يكتب مع العقد يغير الاتفاق ولا ما ينفعش؟ الآن أنتم أجرتم منزلا أو أرضا لشخص، تمام، وهذا الشخص ارتبطتم معه بمدة زمنية معينة، كم سنة؟ قال له 10. 10 سنوات. اتفقتم على سعر أو لم تتفقوا؟ اتفق على سعر وعلى الزيادة، اتفق على كل حاجة ساعتها في الكلام. هل أنتم اتفقتم عليه تكتبوه وأحببتم أن تزيدوا شرطا وهو أنه إذا تخلف عن العقد شهرين أو ثلاثة لنا أن نفسخ العقد لكم ذلك بناء على التجارب التي رأيتموها، بناء على المماطلات التي رأيتموها؟ صح كده تمام. بس أنا بتكلم عشان زيادة الأسعار فالمصاريف لا كما هي، لكن أضيفوا شرط يضمن لكم حقكم الذي اتفقتم عليه. تمام. طيب السؤال الثاني، انا دلوقتي جوزي بيطلعني عمره على حسابه، وفي طبعا والده بيساعده باجزاء وكده، هو يعني بيجبرني بالطريقه او بالذوق يقول لي اعمليها لوالدتي، انا مش حابه حاجه زي كده، انا بحب اعملها لستي امي يعني اتربيت معاها وعشت معاها كتير. هل يجوز لي ان هو عشان والده اللي دفع فيها او هو دفع لي فيها انه يجبرني اني اعمل العمره لوالدته؟ خلاص قولي له اعتذر، شوف هيقول لك يعني لا يجوز انه يجبرني. صح، ما هو اذا قال لك خذي الفلوس اطلعي عمره عن امي وأنت رفضتي، خلاص هيمنع الفلوس. إن أصر على إعطائك الفلوس خلاص اشترط عليه، قل له أنا هطلع عمرة لجدتي، سواء وافق أم لا وافق الرأي يرجع ليه. تمام. السلام. مرحبا فضيلة الشيخ مختار، سلام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة شيخنا الله وبركاته. الله يمسك بالخير. شيخنا في شركة رأس مالها بالكامل قرض من البنك، تمام؟ طيب. معروض علي أمسكها إدارة وأخذ فيها الربع، أصير أنا من أصل الشركة أكون أنا ماخذ 25% منها بحق الإدارة وأصل مالها بالقرض. الشركة أسست؟ الشركة سوف تؤسس يعني. الشركة مشروع مطروح واحتياجه الاستثمار بالكامل هيكون قرض. يعني لم تؤسس؟ لم تؤسس بعد. لا تعدهم وعدا؟ لا تعدهم وعدا ولا يعني حتى إدارة ولا وظيفة ولا أي شيء أبدا. إذا كانوا لم يقترضوا ودخولك سيجعلهم يقترضون، لا ابتعد حتى نقطع عليهم. مش في كل الأحوال يقترضوا سواء بي أو بغيري. أنا لو مكانك سأرفض الآن قبل أن يقترضوا، سأرفض هذا العمل. تمام الله يجزاك خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى العدوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أردت أن أسألك حول حديثين عن الأمراء، هل يمكن الربط بينهما؟ إذا سمحت لي يا أستاذ يا شيخ ممكن أقرأهم عليك؟ تفضل. السلام عليكم. شيخنا. نعم. كيف حالك؟
الحمد لله أنا بخير. فيك بعض الفتاوى القليلة يا شيخ معلش. تفضل. أول شيء في الحديث أنه إذا أتى الليل فغطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن والحديث الآخر فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما في لا يكشف إناء. تمام. الوقت لو واحد قاعد على صينية طعام كده وبيأكل، هل عليه أو مثلا جنبه كوب ماء، هل عليه إذا تركه أن يغطيه؟ لا، مش إذا تركه يعني سيبيت يعني واللي بالضبط يعني مثلا هو معه كوباية يشرب منها جزء جزء مثلا لأنه ساخن مثلاً. لا ما يلزم التغطية كده. تمام. الفتوى الثانية شغلنا العائلة فيما بينها وما بين بعض يعني لا يستأذنون من بعضهم، هل في ذلك حرج؟ في ماذا لا يستأذنون؟ يعني هذا هو الولد وأخته وكذا وكذا، وإذا دخل عليهم كلهم يرضون بذلك، يعني لا أحد منهم، المر منهم إذا أراد أن يخلع ملابسه أو شيء مثلا دخل إلى الحمام أو يغسل ذلك. كلامك عموما. نعم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هل أستأذن على أمي يا ابن عباس؟ قال ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أختان لي أمونهما وأقوم عليهما أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال فاستأذن عليهما. الفترة الثانية يا شيخ، حكم التكلم باللغة الإنجليزية مع شخص عربي سواء على التواصل أو مباشرة بغرض ممارسة هذه اللغة وتعلمها إذا كان للتعليم لا بأس. آخر شيء، استخدام الحمامات الحالية هذه هي الخلائل اللي لها، ولو كان كذلك يصح فيها التسمية قبل الوضوء ويجب فيها التسمية قبل يعني إذا لم تسميها خلاء سميها يعني. يعني الحمامات الموجودة الآن يعني يسميها خلاء ولا سميها بالضبط؟ هي الخلاء اللي هو مثلا يحرم طبعا يأخذ أحكام الخلاء. نعم تأخذ أحكام الخلاء. تمام. طب المرء إذا أراد أن يكب ماء ساخنا هل عليه أن يسمي؟ ما عندنا نصوص بذلك، ما عندنا نصوص تأمرنا أننا إذا استحممنا بالماء الساخن في الحمام أو صببنا ماء ساخنا في الجحر أننا لابد أن نسمي، ما عندنا حديث بذلك. تمام. لكن يذكر أكثر من بعض العلماء اللي هم أتكلم يعني كثير. أعتذر إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عبد الله كيف الحال؟ الحمد لله. إزيك شيخنا؟ الحمد لله. صديق لي وهب أرض للمسجد من 10 سنوات، تم جمع التبرعات وبنينا المسجد، بس الآن لم يفتح. تمام. تحول النية وأم فتحوا مصلحة عامة للبلد، فهل هذا يجوز؟ لا، لأن الناس دفعت، المتبرعون دفعوا على أنه مسجد، فلا يصح أن تخذلهم وتأخذ أموالهم تصرفها كيف شئت. طب يعني هو دلوقتي هو اللي يسأل عن نية قدام الله سبحانه وتعالى ولا ايه؟ لا، يفعلها، جمع الفلوس، انا تم البناء دورين اثنين وتبرع وتم تحويله، طبعا ما تفتحش المسجد فتم تحويله الى مكتب بريد ومصلحة عامة. يعني انا دافع فلوسي عشان ابني مسجد الناس تركع فيه وتسجد، تحوله لمؤسسة ربوية؟ تمام. طيب في فلوس تانية الناس دافعينها مع اخ كانوا دافعين دائما تبرعات منهم على اساس المسجد، الفلوس دي موجوده دلوقتي وخلاص المكان اتحول اللي هو في مسجد اخر. طب الفلوس دي نعمل فيها ايه دلوقتي؟ لمسجد اخر. لمسجد اخر. خلص يا عبد الرحمن. جزاك الله خير. وياك. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير من كل خير يا شيخ مصطفى. وياكم. لو سمعت الشيخ مصطفى، الإنسان الذي لا يسمع ما حكم صلاته منفردا واعتزال الجماعة؟ لا يسمع، لا يسمع، يصلي مع الجماعة أيضا إذا استطاع. الأولى يصلي مع الجماعة. نعم. الله يبارك لك الشيخ مصطفى. وحديث صلى الله عليه وسلم
يأتي زمن على الناس كلهم فيها آكل للربا ومن لم يأكل يمسه غبار إن لم أخطأ فيه. يعني ما حكم في سنده ضعف؟ تمام، جزاك الله عنا كل خير. وياكم بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري وحفظك، وأنت أمة الله رعاك الله وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا كنت أصلي الظهر خلف الإمام وجهر بآية من سورة الفتح، وقال إن دي سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، لا يقال سنة مهجورة. نعم، ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان في الظهر والعصر يرفع صوته بالآية أحيانا، يعني مثلا وهو يقرأ في الظهر بعد الفاتحة سورة الانشراح ممكن يأتي في النصف قل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب لربك، ويرجع للدوء. ورد هذا أحيانا عن رسول الله، فلا نقول إنها سنة مهجورة. لا، الأصل في الظهر والعصر الإصرار، إن فعل ذلك أحيانا جاز. نعم، شكرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الله يبارك فيك، تفضل. حياك الله وياك الله يرضي جزاك خير. حياك، تفضل. شيخنا، أنا خالي باع بيت أبي جدي وجدي لا يملك من أمره شيء، وأخذ الفلوس وراح بنى اشترى أرض تانية وبنى بيت لنفسه. فأمي زابل قالت له أنت بتشتري بتبيع وتشتري وتكتب باسمك؟ قال لا، أنا أعطيك ميراثك وأبوك حي. وكان الميراث هذا في 2015 100,000، ولم يسدد إلا في 2018 سدد النص، والآن أمس جاء يسدد الباقي 100,000، وتغيرت الأوضاع كما ترى وتعيش معنا، فما الحل؟ عذرا، من سنة كم فعل فعلته؟ 2015 باع البيت ب 300,000. أيوه. عقار، واشترى عقار بثمن يساوي الآن 1,000,000 الأرض اللي اشتراها. والوالد المورث نفسه ما زال حي إلى الآن. طيب، وهو ظالم على كلامك، المورث في عقله أو لا؟ والله ولا يملك من أمره شيء. لا يعني في عقله؟ لا في عقلي، ولكن أنه قال افعل ما تريد يعني مع أختك وأعطى حقه. كلم كلام مركز. الآن الجد الذي هو أبو الولد، جدي موجود، هو فوق 80 وعقله حاضر وكل شيء، ولكن ابنه يتصرف كيفما شاء. يا أخي اسكت بس. جدك هو الذي قال لخالك افعل ما شئت بيع الأرض، أو لم يوكله في بيع الأرض؟ لا، لم يوكله في بيع الأرض، قال أنا أريد أن أبيع، فخلاص وافق على البيع على أساس يبني بيتي في مكان آخر. طيب، وافق على البيع صح؟ لا، لما وافق على البيع هل قال له اكتب الأرض باسمك؟ لا، هو لم يقل له اكتب الأرض باسمك، قال أنا سأكتب حتى الإجراءات والمشاوير وكذا. إذن قال له أنا سأعطيك ميراثك وأبوك حي. إذن خالك ظلم الآن. طيب، الحل؟ الحل إذا كان يريد أن يستمع، يريد أن يستمع ويخاف الله، لجنة من الصالحين تجلس مع خالك ومع جدك ومع أمك، والجد أحق بأن يتكلم، هو صاحب الحق الأساسي. نعم نعم، شكرا. يقول أخو الحمل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لله عليك يا أخي، يعني أسألك الدعاء بالشفاء عاجلا غير آجل، وجزاك الله كل خير، وأشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأتم الله عليك العافية والستر، وعلينا وعلى المسلمين والمسلمات. الله خير شيخ. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بسأل حضرتك دلوقتي، الفترة دي أنا خلصت جيش وداخل على خطوبة، فوالدي أه
مش سامع ولا كلمة يا أخي. حبك الله الذي أحبتنا فيه أخي ياسر عسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حافظ. الحمد لله. تفضل. هل ثبت في بعض الأسئلة؟ السؤال الأول، هل ثبت إسلام أم معبد؟ لا أعلم سندا ثابتا، والقصة قصة أم معبد ضعيفة. تمام. هل ثبت إسلام حليمة اللي هي مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم. تمام. ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي قصة فدك؟ وفدك هذه يعني غزوة أم ما هي فدك؟ لا، فدك بلد. تمام. النبي كان له مال فيها؟ كان له ميراث هنالك، كان له أرض هنالك في فدك، وجاءت فاطمة تطالب بميراثها من رسول الله في فدك من أبي بكر. أيوة. فقال أبو بكر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ففاطمة رضي الله عنها أخذت جانبا من أبي بكر بسبب ذلك، لأن عندها نصوص عامة تلجأ إليها، كورث سليمان داود يرثني وارث من آل يعقوب وجعله رب رضية. واستدلت بالآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله فإن كانت واحدة فلها النصف. فلكن أبو بكر رضي الله عنه قال إني سمعت النبي يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، فهو صدق أو صدق، وشهد له عدد من الصحابة بذلك. فكل مجتهد. في بعض ألفاظ الحديث أنه قال أنه سينفق من هذا المال على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت تحرير كامل لازم تعطينا مولا نجمع لك كل الوارد في الباب إذا كان أمر يعنيك. إنما إن كان الجدل ماله داعي الجدل. الله يحفظك. سؤال أخير. حديث خيركم ممسك بعنان فرسه. خير الناس يوشك أن يكون خير الناس رجلان، رجل ممسك بعنان فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعى الناس من شره. هذا ثابت؟ حسن، يحسنه فريق من العلماء. تمام. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم يا أخي. بقول لك يا شيخ، بقول لك يا شيخ مصطفى، في قنوات كتير على اليوتيوب فتاوى بتاع ليك، يعني فتاوى لحضرتك موجوده كتير على اليوتيوب. ايوه. بيعملوا حاجه، بيعملوا حركات مستفزه كده دايما، فانا كنت عايز اقول لحضرتك عشان تنصحهم. والله احنا لنا، عفوا عبد الرحمن، ماذا اقول للاخ المتصل؟ في ناس مش لا يقصد على موقعنا في لا اليوتيوب. انا ما اقصدش على موقعكم، ده يقصد مواقع اخرى يعني تاني. على اليوتيوب ياخذون القنوات الثانيه. ايوه، يعني ناس تقتبس. اقول لك، ممكن اقول لك هم بيعملوا ايه يا شيخ، يعني اذا كان ينفع ممكن على الهاتف الخاص. لا، هي مش حاجه عيب، يعني مش حاجه عيب قوي، بس يعني اضرب لحضرتك مثال. يعني مثلا انت بتكون بتتكلم في حاجه، يعني حد بيسالك عن حاجه، هما بيعملوا عنوان ملفت ويحطوا صوره ملفته عشان يجيبوا مشاهدات. كمثال مثلا، حد اتصل عليك بيسالك لو حد توفى، لو مريض توفى بالخطا حكمه ايه. فصاحب القناه ده جه حط صوره الشيخ عبد الله رشدي وزوجته على عنوان الفيديو عشان ايه، يجذب المشاهدات، وكاتب تحت ايه، حكم وفاة زوجة عبد الله رشدي بالخطا الشيخ مصطفى العدوي. وحضرتك ما يعني المتصل ما ذكرش كده، ولا انت ذكرت جدا. ففي امثله عندك كتير. ماذا تصنع مع اشخاص ديانتهم ركيكه؟ ماذا تصنع؟ ماذا نصنع؟ يعني نسال الله ان يهديهم، ان شاء الله ينظر في الامر. شكرا. شوف طريقه الفنيه لمتابعه هذه الاشياء يا عبد الرحمن، بس هنحكي بخير كثير عن الناس. السلام عليكم. لا لها شقان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الشيطان الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلبس عليه صلاته، هو الذي كان في يده شعلة وأراد أن يحرق وجه النبي، وهو هو الذي سال لعابه على كف النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأحاديث كل هذه ثابتة؟ ثابتة، لكن الشياطين كثير نعوذ بالله منه. يعني دول ثلاث أحاديث، الشيطان الذي أراد أن يلبس عليه صلاته، والشيطان الذي كان في يده شعلة، والشيطان الذي أمسكه النبي فسال لعابه على يده. في كذا شيطان، ما يمنع أن يكون هم يعني، بس قصة اللعاب هو قصة الذي أراد أن يلبس عليه صلاته، لأنه قال إن عدو الله إبليس أتاني فأراد أن يلبس عليه صلاتي فأمكنني الله منه فدعته يعني خنقته وألصقته بسريع من سوار المسجد. في بعض الروايات سأل لعابه أرجعها لك، بس أحرص على النفع يعني، المشكلة لا تمام بتأكد. ثاني حديث، هل ثبت أن سيدنا حذيفة أعطاه النبي بردة له فكان لا يشعر بالبرد بمدى الحياة؟ لا أعلم. تمام. الحديث الآخر، أن سيدنا أبو عبيد الجراح قال لسيدنا عمر، يا عمر إنما هي أيام وتمضي، أو آخر شبيه بهذا الأمر؟ لا أعلم. الشرب من فيه السقاء، كان واحد معاه جزازة ملكه هو، ينفع يشرب لوحده من فيها ولا لازم كوباية؟ هو السقاء كان على عهد رسول الله من جلد، نعم. الجلد يسر عليه النتن، يعني الأفواه إذا تدولت على فم القربة يحصل نتن. قد يختلف هذا عن الزجاج، قد يختلف هذا عن البلاستيك، قد يختلف، لكن الأفضل أن يعني تشرب كوبا مستقلا. تمام. حديثين فقط آخر. أترون أن في أحد المقاتلين في بدر كان يعني شديد القتال، فقال أصحابه أتظنون أني أقاتل من أجل الجنة، إنما أقاتل من أجل العصبية أو شيء كهذا؟ لا أعلم. أنت بتجيب الحاجات الغريبة دي منين بس؟ والله أجيبه لك، ده على فكرة أنا قرأته لكن أنا نسي. خلاص يكفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثلا حضرتك من فترة من 6 سنين مع أول أخويا ومشتغل من 6 سنين. عفوا ماذا قلت؟ من 6 سنين والدي باع قطعة أرض وزوج بها أخويا. من 6 سنوات أبوك باع قطعة أرض وزوج بها أخاك. تمام. من الفلوس اللي هي معاه دلوقتي جاب له بها ذهب، الذهب ده كان قيمته 50,000 جنيه، كان جاب له 100 جرام من الذهب. انا مش فاهم. الفضل. مش فاهم. اصبر. اصبر. ابوك من 6 سنوات باع قطعة ارض وزوج بها اخاك. خلاص كده؟ يا جاب له ذهب ب50,000 جنيه. يعني زوجه جاب له ذهب ولا زوجه؟ لو الجواز اللي هو تكلفة الجواز اللي هو الفرح والشقة. يا اخي افهم كلامي يا اخي ارجوك. يعني أبوك باع الأرض وزوج بها أخاك، أو اشترى له بها ذهبا، ما الذي حصل؟ دلوقتي عنده فدان ونص، باع 6 أراضيات، باع 6 أراضيات وزوج أخاك، زوج أخاك جاب له ذهب وجهز له الشقة، شطب له الشقة، جاب له الشبكة للفرح، جاب له الشبكة وشطب الشقة اللي زوج فيها الولد. وبعد جاب له ذهب، الذهب ده قيمته 50,000 جنيه، 100 جرام. طيب وبعدين؟ انا دلوقتي خطبت وقريت فاتحه، انا بالنسبه لي قريت الفاتحه ديت انا ان شاء الله انا هجيب ذهب. طيب فانا لما اشتري ذهب دلوقتي هو والدي هجيب لي 50,000 ولا 100 جرام اللي اخويا جابهم من 6 سنين وقال لي هنعمل لك زي ما هعمل لاخوك بالظبط. طيب ابوك يقول لي عرضت على والدك الفكره ولا ما عرضتهاش على والدك؟ هو والدي من فترة بيقول لي انا زي ما عملت لاخوك هعمل لك. طيب الحمد لله يشكر. هيجيبك. طيب الذهب دلوقتي لو جاب لي ب50,000 يا دوب هنجيب له خاتم. قل لابيك هذا الكلام، يا ابي انت هتدفع فلوس ولا ايه؟ جيب لي ذهب. استشير حضرتك انه الصح ان هو يجيب لي ب50,000 زي ما جاب اخويا ب50,000 ولا يجيب لي 100 جرام اللي جابه من اخويا من 6 سنين. ده كله ليس بواجب على الاب. انا بستشير حضرتك يا مولانا. اما هو يستشيرني انا اجاوبه. وفي ملابسات تانية ممكن تكون انت تعلمت واخوك الثاني فلاح. لا هو احنا الاثنين متعلمين من كلية
خلاص الفكره ان هو دلوقتي الفتره لا تجبر والدك. اذا الوالد قال اقول لك يا والد هات له شويه ذهب، الولد ابنك طماع زي ما جبت لاخوه 100 جرام ذهب هات لهذا 100 جرام ذهب اذا كان بوسعك، مش بوسعك لست بملزم. طب ما برضه احنا نفس العفش جاب له عفش ب 70,000، دلوقتي لو جبت عفش ب 70,000 مش هيكون نفس العفش اللي موجود. على قدر سعه الوالد، كل واحد له ظروفه. افرض انا في وقت من الاوقات حالتي الماليه ضعيفه فجبت الولد الاول وانا بتزوجه على قدر حالتي، بعد كده اغناني الله عند زواج الولد الثاني اكرمت الولد الثاني ما فيها مشكله. شكرا ايها العابر، السلام عليكم. نعم. عندي سؤال، اشتريت قطعتين ذهب بسعر 4400 ريال لاخي من دعام. ماشي. دفع في وقتها 2000 ريال بما يعادل 10,000 مصري، والقطعة الثانية باقي 2400 ريال يعني 12,000 مصري لم يدفع. تمام. وبعد عام بعد عام الحين هل يدفع لي ما دفعت يعني 2400 ريال أو يدفع فقط؟ يعني عفوا يا أختي، أنت اشتريت له ذهب وسلمتي ذهب؟ ايوه، بس ما كنت اعرف ان الذهب ما كنت اعرف هذا الحديث. يعني افهم الكلام، انت اشتريت له ذهب ليه؟ انت تجري الذهب ولا ايه بالضبط اللي حصل؟ ايوه انا اشتريت الذهب وانا نازله اجازه لمصر، اشتريت ذهب وسلمته ذهب. اشتريت ذهب شبكه لاخيك يعني ولا ايه؟ ايوه يعني اخوك قال لك اشتري لي يا اختي يا حبيبتي 100 جرام ذهب من السعوديه، ذهب السعوديه جميل اعطيني. أيوة. اخته سلمتي ذهب صح؟ أيوة. تستلمي عدد الجرامات التي سلمتها لأخيك، فهم الكلام؟ هو يقول يعني احنا اتفقنا طالما انت قلتي لك 10,000 فالمسلمون عند اتفاقهم. لا 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 لا، زي ما قلت لك اذا سلمتي ذهب تستلمي ذهب. الأخوك طماع، الأسرة كده ايه مالها الأسر. جزاكم الله عليك خيرا الله وبركاته وإياكم. الله، مرحبا يا شيخ حمدي خريبة وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ حمدي، أهلا وسهلا. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. قلت أنت مولانا، هذه كان عبد أعتق ولكن هو يتحملها، اللغة العربية تتحمل. ماشي تتحمل. ماشي بارك الله فيك. فيك أنت مهزوم على أي حال. تفضل. الله يسلمك، جزاك الله خير. إياكم والجلوس بالطرقات. نعم. رواية الطرقات وفي رواية على الطرقات. كل وارد يرد بتصرف العلماء، لكن المحفوظ إياكم الجلوس في الطرقات. نعم. يعني الروايات الأخرى أي بتروى بالمعنى يا شيخ حمدي، الله يحفظك. يعني يا شيخ حمدي اسمع كلامي يا شيخ حمدي. ربنا مولانا، ما يكاد يوجد حديث إلا وروي بالمعنى. يعني على سبيل المثال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري فيما يقارب 7 مواطن من صحيح، وخرجه مسلم وخرجه عدد، تجد له روايات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تجد رواية العمل بالنية ولامرئ ما نوى، تجد عمل تجده مرور مختصرا ومطولا. فالأمر في ذلك سهل ما دامت الألفاظ لا يتعبد بها، أما إذا كان الألفاظ تأثير حينئذ ندقق. يعني مثلا نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كلمة السلع تفرق عن الطعام، ندقق هنا. ولدينا أخ عزيز لدينا يقول لك نعم الرجل مصطفى ابن العدوي لو قدم البرنامج قليلا. ان شاء الله، لكن والله تحكمني بس بعض الاسفار، كنت في اسفار في قنوات فضائيه وغيرها فارجع متاخر، فان شاء الله اجتهد باذن الله ان شاء الله ابلغه السلام. يسر الله لك الامر حيثما كنت. واياك يا فضيلة الشيخ حمدي. بارك الله. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ حمدي خليفه انت الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، الله يكرمك، ربنا يعزك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. انا يعني كنت حديث عهد بالتوبه، يعني تبت نصوحا الحمد لله لله،
وحال المصاح يعني لا مش عاوز اقول لك يعني لا حاجه ما اتمنتهاش حتى لنفسي يعني ما كنتش اظن نوصل لمرحله الحمد لله صوت فجر وعارف ان صلاح الحمد لله فعلت الحمد لله ما اظن في نفسي كده ان انا ان شاء الله ان شاء الله في خير ان شاء الله انت نفسي ان شاء الله لو استمريت كنت حتى بدعي لنفسي ان انا يعني اثبت بس على كده اظن ان انا لقيت الجنه ان شاء الله يعني إيه في مره وانا جاي يا عم انت من يومين وانا جاي من سطر عشاء الشيطان حدثني بحاجه عملتها وانا صغير يعني ذكرك بذنوب سالفه معايا ذكرك بسالف الذنوب لا مش بذنب بحاجه انا فكرت فيها يعني كنت بدرس فقه تقريبا انا ساري كنت قاعد لوحدي كده وبفكر وكان بقرا في حديث اللي هو الاسلام يجب ما قبل فمخي قاعد يجري قال طب لو واحد عمل ذنوب كتيره ويعني كفر كده كده يعني قعدت مخي يجي بيجيب كتير ويجري يقول يكفر ويرجع تاني فايه فربنا يغفر له اللي فات كله كنت انا صغير يعني انا كنت في ثانيه يا حبيبي ايه الموضوع يعني بس خلص الموضوع ايه الموضوع فبس وحزيت في نفسي قوي ان انا قعدت افكر في الحياه الوحشه ديت يعني وفكرت بس هي لو هو يكفر لو واحد خلص ما بقاش يروح ويرجع كده 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 وكده يعني والشيطان غير حالي في يومين خلاني طول الوقت وانا نايم يعني يا حبيبي بلاش بقى الوساوس ولا تضيع وساوسك ولا تضيع عليه علينا الوقت بسبب الوساوس تعال بالله مش ترجي ممضي قدما في الطاعات دي وساوس طبعا وساوس انا خايف اكون انا عملت حاجه وحشه يعني ما عملتش حاجه وحشه كده صح يا اخي يعني حتى وانا صغير ده كان ب 15 سنه يعني ما اعرفش يا حبيبي صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام الله يعافيك القي نفسك يعني كده وتعوذ بالله مش ترجي مرحبا واهلا وسهلا يا ابي احمد ولك بمثل ما دعوت وافضل مما دعوت جزاك الله خيرا مرحبا يا شيخ طارق بن رجب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ طيب ولله الحمد الحمد لله رب العالمين عندي سؤالين بارك الله فيك سل اولا هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عندما كان ينتهي من قراءه القران ان يقول صدق الله العظيم لم يثبت عن النبي لكن ليست ببدعة الأفضل الأمر واسع يعني الأفضل أن تنتهي بدون كلمة صدق الله العظيم لكن بدعة لا ما نستطيع نتحمل بدعة لأن الله صادق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا نعم السؤال الثاني يا شيخ في الدعاء بعد الأذان هي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء إنك لا تخلف الميعاد هذه صحيحة أم لا؟ الزيادة هذه شاذة رواية الصحيح تنتهي وابعث مقاما محمودا الذي وعدت زاد البيهقي من نفس طريق البخاري لكن بين البيهقي والبخاري رجلان زاد كلمة إنك لا تخلف الميعاد فلذلك توقف فيها بعض العلماء والخطب ليس بشديد لأن الله لا يخلف الميعاد نعم حقا نعم الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله الله يخليك أنا دكتور أسنان وعندنا في طب الأسنان لو أنا عايز أجهز عيادة أو حاجة في شركة باخد منها الكرسي مثلا كرسي زي كرسي الأسنان تمام طيب وفي شركة تانية بتقسط الفلوس لمدة 6 شهور طيب. بدون فوائد يعني لو هاخد كرسي مثلا ب50,000 تمام وانا مش معايا ال50,000 ففي شركة في النص بتدخل تشتريني الكرسي او تشتري الكرسي وتبعتهولي ب50,000 برضو وانا قسطتهم على 6 شهور لكن هم ما بيمتلكوش هو انا بروح اشتري بيطلع لي فاتوره من شركه معينه والشركه الثانيه بتسدها وتبعت لي الكرسي والحاجه هل ده ربا بنفس ولا ده صحيح ولا ده ايه لان الشركه الوسيطه تدفع كم وتاخذ منك كم الشركه الوسيطه بتدفع 50 وانا باخد وانا بتاخد مني 50 بس بتدفعهم مصاد في مقابل ان هم مثلا بياخدوا نسبة من المبيعات او من الارباح من الشركة اللي هي الام الاساسية حاجة بينهم وبين بعض انت فقط مساعد على الاسم والعدوان انت لم تباشر الربا مباشرة لاصقة انما الذي انت تفعله انت تساعد الشركة
على ان تاخذ على ان تتعامل بالربا. بمعنى ما هم هم بيقدموا الشركه المموله الشركه المموله لا تاخذ منك انت، تاخذ من الشركه البائعه. تمام، بتاخذ منهم نسبه مبيعات، نسبه من الارباح. اي من بتكلم على كده، هي بتعطيهم المبلغ نقدا بسبب بمبلغ اقل. يعني هي لم تتدخل كبائعه، وهذا المتبع الان اراده ناس كثيرون من اصحاب السوبر ماركات الكبيره. تمام. يعني من اصحاب المصانع المعارض الكبيره. ما احنا برضو لم يعني حد لما بيجي جاهز عياده بتكلف مثلا حدود 200,000 250,000، فبيبدا مشروع ويبدا يسدد منه. يعني دي حلول، دي بقت منتشره كتير قوي في وسط المجال الطبي، بالذات طب الاسنان لان تكاليفه بتبقى غاليه. فاحنا يعني انا اخذت الحاجه بثمنها وسددت. مش راضي يسمع الكلام. هو كل الناس عموما الان المعارض الكبرى الشركات الكبرى البائعه علمت انها اذا ادخلت البنك يشتري نيابه عن المشتري ويبيع للمشتري بياخذ فائده ربويه من المشتري. يعني السلعه ب 100,000 وهو البنك يدخل يدعم يدفع ال 100,000 وياخذها من المشتري الذي وكله، ياخذها 110,000 مثلا على سنه. فجاءت الشركات وجدت ناسا طيبين يحجمون عن هذه المعامله، فقالوا نعمل شيء اخر، نبيع نحن للبنك سوريا وناخذ اموالنا من البنك، وهذا البنك يبيع للناس بالسعر الثابت الذي هو كانه يبيع بنفس المبلغ 100,000 هي 100,000، لكن البنك ياخذ نسبته من المشترين. البنك لا في الحقيقة لا يبيع ولا يشتري، لا يبيع، إنما يدخل كممول ويأخذ ما مواله مع الفائدة. لكن يأخذ ما مواله مع الفائدة من من؟ كان الأول من المشتري، الآن من البائع، الآن من البائع مقابل أنك يشلو الفلوس. فأنت ساعدت على الإثم والعدوان وإن لم تكن مباشرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو صحيح يا شيخ مصطفى، هل يجوز لو الإنسان عليه حدث أن يركي نفسه؟ نعم. لو الإنسان عليه حدث أصغر أو أكبر يجوز أن يركي نفسه رقية شرعية؟ هل يجوز للشخص أن يرقي نفسه بالقرآن الكريم بالمعوذات مع أنه ليس على وضوء أو مع أنه على جنابة؟ أيوه. يجوز. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. يجوز يعني؟ يجوز، مع أن الأفضل الوضوء. طيب إذا كان في يعني حدث يمنع الوضوء الشيء وهو لك يجوز. يجوز والأفضل عدمه. بسم الله يا الله، الأفضل يبادر بالغسل. الحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما المجوزون فيستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا والدنا سيدنا الشيخ مصطفى، ربنا يحفظك. الله يغفر لنا ولك، تفضل. ربنا يعزك يا شيخنا ويسكنك الفردوس. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. ربنا يعزك يا شيخنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. وإياك، تفضل. سيدنا ما فيش توجيه من حضرتك كده، حضرتك تمنى علينا كده وتفضل كده، يعني توجهنا لامرأة تتقي الله فينا سيدنا، ربنا يعزك. أنت تريد عروس. تتقي الله فينا وفي بناتك سيدنا، ربنا يعزك. زوجتك الأولى ماتت، الناس يسمعونك، لعل الله يفرجها على عليك من أحد المتصلين. الأخ المتصل بارك الله فيه، كان وفيا لزوجته وما زال وفيا لها بعد مماتها، وكان محجما عن الزواج بغيرها لأنه لا بزعمه قد لا يجد مثلها، وعنده منها أولاد. فإذا كان أحد يتواصل معه يزوجه امرأة صالحة تعينه على تربية بناته، بابه مفتوح. جزاك الله خيرا، ربنا يعزك سيدنا ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. وياكم
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت في زيارتكم من يومين فأهديتموني كتاب رياض الصالحين. طيب. أنا أسأل الأحاديث التي به هل أحفظها بالراوي ولا اسم الصحابي يكفي؟ عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن لا تحفظ السند ما يلزم. ماشي. الله يسلمك. السلام عليكم حبيب الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح فضيلة الشيخ، في بعض أشكال الأدوية على هيئة كبسولات. طيب. وهذه الكبسولات أنا سألت صيدلي، قلت له الكبسولات دي داخل هي كبسولات بتصنع من الجيلاتين. وترجع تقول جيلاتين جيلاتين خنزير ولا جيلاتين ميتة ولا أيوة لا لا طبعا في مصر طبعا لا، لكن بتكلم عن المستورد. فقال لي إن هم طبعا بيعالج معالجة طبية، فهل ده يجوز ان احنا طبعا من خنزير طبعا من خنزير المستورد؟ هل هذا قول عموم الصيادلة او قول صيدلي واحد؟ لا هو قول واحد، لا قول شخص يعني. لا اذا تواتر اذا تواتر الكلام بنينا على التواتر، اما واحد فقط لا نستطيع ان نبني على رأيه. شكرا بارك الله فيك يا شيخ احمد بن عبد الحافظ. يقول اتفقت مع شخص على مشاركتي في تجارتي بمبلغ 100,000 جنيه مصري، ولكن أعطيته ما يعادل بالريال السعودي عند استرداد أصل المشاركة، هل تكون بالجنيه أم بالريال؟ لا بالجنيه، لأن الريال سيتحول إلى جنيه من أجل مباشرة العمل، وأنت اتفقت على 100,000 جنيه مصري. السلام عليكم. وكلته أنت في التجارة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. شيخنا كان عندي مشكلة كده وقت يعني، كنت محتاج حضرتك مثلا يعني اجي حضرتك لو وقت من حضرتك 5 دقايق مثلا كده، هل ينفع مثلا 5 دقايق؟ لا بأس. ينفع ايه الوقت المناسب يعني؟ اي صلاة من الصلوات. طيب حاضر. يعني بكرة مثلا او بعده اي وقت يعني؟ 5 دقايق على الاتفاق. طيب حاضر ان شاء الله. مع السلامة. بارك الله فيك يا محمد القيسي، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اسال عن حق الزوجه لما يعني انا جوزي اتجوز عليا واخبرني يوم زفافه، يعني قال لي الصبح ان هو يتزوج بالليل، فده شيء جرحني. انا عايزه اعرف هل هو كده غشني هو وزوجته باتفاقهم؟ لم يغش. لا ده كويس انه محترم انه اخبرك يوم الزواج او قبل الزواج. اما العتب على الذين يتزوجون وينجبون واهلهم لا يعرفون، يعني هم مخطئين ان هم قبلوا بهذا الزواج دون علم الزوجه الاولى اللي هي انا؟ لا لا ليسوا بمخطئين، ليسوا بمخطئين. انت الله يصبرك وينزل عليك السكينه والايمان، وابتلاء شديد نسأل الله أن يرزقك الصبر والإيمان. اللهم أمين. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان في سؤال يا شيخنا بعد إذن حضرتك. اسأل. حضرتك أنا عامل طبيب في وحدة صحية، و احنا ست اطباء يعني في الوحدة، طبيب اسنان يعني، وهو طبيب واحد بس اللي يعمل في اليوم، فاحنا بنقسم العمل ما بيننا. اسمح لي في الاجابة. الاجابة تجوز بقيدين، يجوز الذي تذكره بقيدين. القيد الاول عدم الاضرار بالمسلمين المحتاجين الى علاج، عدم التخلف عن تلبية احتياجاتهم. ثانيا موافقة المدير المباشر. تمام حضرتك. سؤال آخر شيخنا بعد إذن حضرتك. ماشي تفضل. حضرتك الحمد لله أحفظ القرآن الكريم يعني الحمد لله، وأريد طلب العلم الشرعي، ولكن يعني أريد من حضرتك أن تبين الطريق يعني. ابدأ بكتاب الله وسني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم بالمسائل الفقهية التي تحتاج إليها دوما كمسائل الطهارة والصلاة التي لا ينفك الشخص عن الحاجة إليها، وأمور التوحيد لضبط المعتقد الصحيح. الله يبارك فيك. طب حضرتك ممكن يا شيخنا ترشح لنا بعض الكتب؟ أنا الحمد لله حافظ القرآن، الحمد لله حافظ القرآن من صغري، أنا عندي 10 سنين الحمد لله. كلمني عن خاص أستطيع أجمع لك لأن الوقت كاد أن ينتهي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الله يرضى عنك. وعنك يا رب. عنك ولا عنك؟ عنك. الله يرضى عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. تفضل. شيخنا دكان، اثنين شركاء في دكان. طيب. تمام؟ طيب. الدكان هذا يدر ربحا وليكن مثلا يعني 15,000 في الشهر. تمام؟ فهم بدل ما هيحسبوا الربح الشهري، لا هيطلعوا 5,000 كل شهر كمبلغ ثابت، هو 5 والطرف الثاني 5، وكل سنة يعملوا جرد للدكان يشوفوا ايه الدنيا ماشية ازاي فيها. طيب لا حرج في هذا. لا حرج في هذا. طيب. تحت حساب يعني كل واحد يأخذ 5,000 جنيه تحت حساب. بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين، واقض الدين عن مدينهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، واكفهم شر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجعلنا من المقربين يا رب العالمين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين.
ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من علينا بواسع رحمتك وبعظيم مغفرتك ومن علينا بالرزق الحسن الطيب المبارك ومن علينا بصلاحنا وصلاح ذرياتنا والمسلمين والمسلمات ومن علينا بالتجند لنصرة دينك. جندنا يا ربي لنصرة هذا الدين حتى الممات ولا تحرمنا شرف الدعوة إليك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.